شوفي على رؤية، ببداية حلقتنا حكينا لكم عن أغنية من أداء فرقة حرقة كرت. مبارح رؤية احتفلت ب 2 مليون معجب على صفحتها الرئيسية على الفيسبوك، فنحن حبينا نعملكم أغنية إهداء من رؤية لمتابعيها. طبعا تشهد هاي الصفحه بتشهد تفاعل كبير يوميا واسبوعيا من خلال متابعيها على ما بيتم نشره من خلال فريق الاعلام المجتمعي برؤيا. طبعا نحن هون بدنا نقف احتراما للتفاعل الجاد الخلوق اللائق من ابناء وطننا الحبيب او اخواننا العرب. الحقيقة يعني 2 مليون متابع هو رقم مش سهل، وهو إنجاز فعليا عظيم جديد يسجل لرؤية. خلينا نحكي بالسنوات الخمس، يعني احنا كمان يعني دائما زي ما نحكي بنكون يعني بتزيد مسؤوليتنا للأشخاص اللي عم بيثقوا فينا وعم بيتابعونا في كل مكان. على كل أنا اللي بدي أحكي إنه هو رقم مش سهل ومسؤولية كثير كبيرة علينا، لحتى دائما يكون في مصداقية أكثر بيننا وبين كل اللي عم بيتابعنا. أيضا احنا بدنا اليوم معنا ضيف مميز جدا وهو حاتم الشولي، هو اخصائي الاعلام الاخصائي الاعلام المجتمعي الموجود في قناة رؤيا، موجود معنا. واكيد بنشكر عبير ابو طوق ايضا رئيسة قسم الاعلام المجتمعي الموجودة، ومحمد ابو منصور، كل شخص فعليا عم بيساهم بوجوده في هاي القناة. حاتم اهلا وسهلا فيك. يعني مساء الفل، دخلة قوية. طبعا طبعا يعني بس قبل ما بدنا نفوت الحوار بيننا وبهيك مع بعض بدنا نشوف الفيديو الجميل، وانا متحمس اشوفه معكم كمان صراحة. حرقة كرت هيك ونكمل مع بعض. يلا نشوف الفيديو مع بعض. قلب العداد وزاد صار الوضع يكهرب، تن صفرين صفرين واحسب اذا فيك تحسب. قلب العداد وزاد صار الوضع يكهرب، تن صفرين صفرين واحسب اذا فيك تحسب. لايك مرتين حملت سيارة البيج لا يارا، بعديها اجت غدير عملت شير كتير كتير، عملت منشن عملت تاك لا سارة. كنا واحد صرنا اتنين وعملنا لايك مرتين حملت سيارة البيج لا يارا، بعديها اجت غدير عملت شير كتير كتير، عملت منشن عملت تاك لا سارة. على هذه الأغنية الرائعة ومن حرقة كرت، وعن جد حبيناها يعني وبتضحك. وأنا كمان بدي أشكر صراحة حرقة كرت لأنهم يعني عطونا شغلات كتير حلوة. إذا شفنا الصبية هي رؤية والاثنين مليون كل هياتهم عم بركضوا ورا رؤية وفعليا هذا هاي الحقيقة اللي عم بصير حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي. الاثنين مليون هم كلهم، مش بس إحنا نسميهم معجبين، احنا بنسميهم اصدقائنا والناس اللي احنا عن جد بنحبهم وبنحب نكونوا معنا. حتى بما اننا عم نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نحكي شوي عن اهميتها وقد ايه لها تاثير. هلا بنلاحظ انه ثوره في موضوع السوشيال ميديا بشكل عام، فنحكي شوي اكثر عن اهميتها. أنا كل مره بحكي عن الموضوع هذا، كنت قبل يمكن سنتين او ثلاث في كرفان هون كنا نحكي عن نفس الموضوع، فانا دائما بحكي انهم بسموه عالم افتراضي. انا بعتبر اللي مش موجود اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي هو الافتراض، هو اللي مش موجود صراحه، لانه احنا بنشوف كمان 2 مليون هذول مش بس هم كل المعجبين رؤيا، هم جزء من رؤيا،
هم جزء من المحبين رؤية. احنا مش رؤية موجودة على الفيسبوك، موجودة على تويتر، موجودة على انستغرام، موجودة يوتيوب، فجمهورنا كتير عريض. فاحنا مجرد نحكي هاي احصاءات يعني هيك صغيرة، بما انه نحكي عن احصاءات وتعداد السكان. فهي كمان احصاء يعني لمعجبين الرؤية على صفحتها الرئيسية على الفيسبوك. كمان احنا مثلا برنامج كرفان له صفحات مخصصة على الفيسبوك، صفحة مخصصة على انستغرام، وكمان له حساب على تويتر وشانل على اليوتيوب موجود لكل البرامج الثانية. فمهم كتير، ومهم بالنسبة لنا كرؤية. احنا بنعتبر حالنا مش الأول ناس، ولكن من أكثر الناس بتفاعلوا مع جمهورنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كتير ناس ما بيشوفوا رؤية على الشاشة، بيقدروا بأي وقت وبأي مكان يرجعوا يحضروا كل المواد اللي بيشوفوها. كرمان راح عليهم اليوم هاي الاستضافة، بكرة بيرجعوا على اليوتيوب يحضروها، بلاقوها على الفيسبوك قبل الحلقة وأثناء الحلقة بلاقوا الصور على انستغرام. عم تروج لحالك؟ مش عم روج لحالك، عم روج لفقرة. فالموضوع إنه هم مش بس بيشوفوا مذيعين على الشاشة أو بيشوفوا ناس على الشاشة، هم بيشوفوا أصدقاء لهم. حتى أنتوا يعني على صفحاتكم الشخصية يمكن تتفاعلوا كتير مع محبين وأصدقاء برنامج كرفان، فهذا إشي بقرب المسافة شوي. طيب. لغى موضوع إنه أنا بس متابع بشوف التلفزيون، لا أنا متابع ومتفاعل وجزء من هذا البرنامج. طيب. كمان. طيب. صح. طب هلا أنتوا كفريق، أنت وعبير وكل فريق الإعلام المجتمعي برؤية، كيف تلحقوا إنكم تردوا على هذا الكم الهائل؟ خلينا نحكي من الأصدقاء. أوكي، هذا السؤال دائما الناس بيسألونا إياه، إنه تيم سوشيال ميديا في رؤية قد 10 12 13، بنحكم لا إحنا بس 3. انا وزميلتي اكيد واجهه تحيه كثير كبيره عبير ابو طوق رئيسة قسم الاعلام المجتمعي، وزميل محمد ابو منصور، وزملاء كانوا معنا في المهنه وترى يعني راحوا برضو لهم كمان يعني واجب كثير نشكرهم. كيف بنرد على 2 مليون كيف؟ باختصار صراحه الشغف. شغفنا بشغلنا. يا سلام. انه انت بس تعمل شيء، احنا ما بنعمل، ما بنروح نعد ساعات ما نروح. احنا بشتغل ببيتي، بشتغل بكافيه، بشتغل بالسياره، بشتغل وانا قاعد معكم. اغلب وقتنا احنا شغل، مش لانه احنا بدنا نقضي 8 ساعات بالشغل، لا احنا عندنا شغف وفعلا احنا بنحب مهنتنا. فاحنا من الناس دائما بيحكون يعني حتى يعني انتم في رؤيه بتعرفوا قسم السوشيال ميديا كان هو اللي 24 ساعه القسم ما بينام، القسم موجود في كل البرامج، موجود مع كل الاقسام. فاحنا عندنا هذا الشغف اللي صراحه هو اللي بحفزنا دائما انه نقدم احسن ما عندنا. صحيح. حاتم، احنا داهمنا الوقت يعني وكنا كثير حابين نحكي بموضوع السوشيال ميديا بشكل اعمق اكثر واكثر، بس شو بتحكي لكل متابعينا بكرفان، خلينا نحكي وقناه رؤيه بالذات، اللي عم بتواصلوا معنا دائما، اللي عم بيعلقوا معنا دائما، يعني ايش بتنصحهم، ايش تحكي لهم؟ هلا بصراحه لو احنا ما كان عندنا هذا الشغف وما عندنا مردود الناس، ما كنا راح نكمل هذا الشغل. فهو الاساس في شغلنا هو الناس ومحبه الناس. ولما واحد يحكي لك كلمه طيبه وكلمه حلوه كبرنامج كرفان حلو، اليوم عملت فقره حلوه، شجعنا اكثر على الانجاز. طيب. فاحنا قوه رؤيه دائما بحكيها من جمهورها، من محبينها. وعلى فكره جمهور رؤيه جمهور جدا واعي. نعم. مش جمهور يعني انه مستخف او جمهور يشوف اي كلام، لا جمهور واعي كثير وبعرف متى ينتقد ومتى يشكر. فاحنا بدي اعتبر هدول 2 مليون اليوم هم شكر لخمس سنين، بلشنا في 2011 واليوم احنا 2015، فشكر كثير كبير لكل واحد، مش بس بعمل لايك، كل واحد بيتفاعل معنا. شكرا. كل واحد فعلا موجود على موقع. شكرا لك حاتم، وشكرا لكل شخص وكل فريق موجود فعليا. أكيد. وعم بيتعب العالم اللي انت بتحكي فيه عن جد، وبهم كل واحد موجود. طبعا هي فرحه لنا لكل رؤية انه نوصل ل 2 مليون. هلا صار وقت نطلع فاصل صغير، بس كل ال 2 مليون واكثر اللي عم بيحضرونا استنونا.